النجوم القائلة دقلة رمضان. الموضوع الناس أربعة صناف، الناس أربعة. أي شوف كان تلاحظوا كي نعطي المراجع محلاهم الأسماء متاع الكتب متاع اللي تحكي التراجم، كي يقولوا ترجمة أمير. أي ترجمة مش معناتها ترجمة من لغة اللغة، الترجمة هي السيرة. كي نقولوا جاء في ترجمة فلان، أي في سيرته. أها الكتب اللي كتبت في تاريخ. أي 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 باش ما يفهموناش. جاء في ترجمة العالم هذا الإمام الأديب النحوي اللي جمع برشا علوم اسمه الخليل بن أحمد. أي أبو عبد الرحمن البصري يقولوا له صاحب كتاب العروض وصاحب كتاب العين في اللغة رحمه الله. ما نصه يقول يعقوب بن إسحاق الأصبهاني قال الخليل بن أحمد العالم هذا النحوي قال الناس أربعة: رجل يدري وهو يدري أنه يدري فذاك عالم فخذوا عنه، ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري فذاك مسترشد فعلموه، ورجل لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه. كان فاهميني الناس أربع أنواع، فما اللي يعرف عنده علم ويعرف اللي هو عنده علم واثق من نفسه وذاك عالم ناخذه عليه، وفما اللي عالم لكن ما عندوش ثقة في نفسه ما يعرفش اللي هو عالم ولذلك ما يبلغش العلوم متاعه وذاك الناس ينذكروه نرفعوله موراله. أي وفما اللي ما يعرفش ويعرف اللي هو ما يعرفش ولذلك يطلب العلم ويحب يعرف، هذا كان مسترشد يلزمنا نعلمه نعاونوه. وفما اللي عنده هال لا يعرف ما يعرفش ما يعرفش وما يعرفش اللي هو ما يعرفش أي. عنده جهل المركب يتسمى مو جهل نسيبه هذوم الناس هذوم هذا ما يستعرفش اللي هو ما يعرفش. انا مش نقول لكم حاجه برك، قداش من مره نمشي في القرادان نتفرج في طرح باسكت في بلادي اللي عندي يد كبيره ومجهود كبير بشكل باسكيت قاعدة ويلعبوا فيها. فالجيل الجديد ساعات تلقاهم يحلوا في طرح باسكيت وانا بحذاهم ويحكيوا الباسكيت وانا بحذاهم ويتكلموا في كل شيء ولا واحد منهم اعطاني الكلمة اللي انا بكور انا كرت باسكيت بامبي على الارض. مش نحكي غرور معناتها نظرا للسنين اللي لعبتهم والخبرة واللي حكيتوا باسكيت والكتب الباسكيت اللي قريتها والماتشوات اللي تفرجتهم. ففما برشا انواع من العباد اللي يحب كان ويعرف كل شيء، كان جيب سياسي في بلاتو كانت اقتصاد ثقافة فن الكل يعرف. بينما أنا نقولها بصدق بنتي مشات أخيرا لأمريكا تحكي لي الأمريكان كيش يعيشوا ما ناخذوش عساسة متاعهم راو أمريكان تلقى عنده علم مثلا فيه وتلقى يوصل للطوب فيه ويعيش به هذك، فما شكل الناس اللي تدعي في العلم. وهنا نقول لهم الناس هذوم الجاهلين اللي عندهم جهل مركب، قل لي من يدعي في العلم فلسفة، خويا كي جاء من فرنسا قال لي نسيت كيش كنت تقولها، كنا نقولوا هي علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فكنا احنا نفضلك وانا خويا علمت إكسا وغابت عنك إجراجو. ايوه قل لي من يدعي في العلم فلسفة يدعي انه عالم، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فكنا نبدلوها نقول علمت إكسا وغابت عنك إجراجو. جمل قائلة.